بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم ازاي انا بنظف البوتاجاز واحدة واحدة معاكم. البوتاجاز دوت بعد يوم شاق جدا من الاكل في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هوريكم دلوقتي هنظف ازاي البوتاجاز معاكم. بسم الله. هشيل اول حاجة الحوامل ديت، هحطها في الحوض وارجع لكم. وهجيب طبق فاضي، طبق زي ده كده فاضي، هشيل فيه العيون بتاعت البوتاجاز واحدة واحدة اهو، او زي ما حضراتكم شايفين هحطه هنا، وهحط عليهم شوية صابون اهو، صابون عادي بتاع الاطباق اللي انا بستعمله. وطبعا انا بغلي مية في الكاتل هحطها، ودول شوية خل، انا بستعمل خل. خلي كده يعني تقريبا كده كوباية خل، والمية في الكاتل بتسخن، هي يعتبر سخنت اهي، هجيبها. دي مية مغلية هحطها هنا كده، هشيل بقى الاطباق ديت، هشيل الطبق دوت هحطه على الرخامة عشان ابدا اعمل معاكم البوتاجاز. هحط المايه المغليه، هحط شويه على البوتاجاز عشان لو في حاجه لازقه ولا حاجه تطلع معايا على طول اهو. وهجيب شويه صابون، الاول هجيب شويه خل وبعد كده شويه صابون، شويه خل زي الخل اللي انا حطيته على الحاجه العيون بتاعه البوتاجاز، شويه خل برضو تقريبا نص كوبايه بقى مش كوباية كاملة، وشوية صابون معايا. هبدأ كده احط الصابون على كل حاجة، هي الازازة خلصت خلاص. دلوقتي جبت السلكة بقى معايا، هبدأ انضف بيها البوتاجاز واحدة واحدة كده معايا. الأماكن اللي هي متسخة جامد هبدأ أغسلها معايا. طبعا احنا نقعين العيون في مية مغلية. أنا قليل قوي لما بحط ورق فويل على البوتاجاز، بس بحب أحط على المراية علشان خاطر بتتوسخ هي على طول، لان البوتاجاز بتاعي صغير، فالحلل بتبقى معظم الدخان اللي طالع من الحلل بيلزق في المرايه، فانا بحط ورق فويل على المرايه عشان خاطر تحملي المرايه شويه كده. واحده واحده اهو. زي ما حضراتكم شايفين اللي هنا دوت البوتاجاز كان هيتحرق مني والدنيا كانت هتولع نار، فعشان كده دوت ما بيطلعش. ده مش وسيخة، دوت حرقان. مكونين بسيطين قوي، صابون المواعين اللي انت بتستعمليه، والخل متوفر في كل بيت طبعا، نص كوباية خل كده. انا خلصت البوتاجاز بتاعي، هو رجع جديد تاني زي الاول بالظبط. كل حتة انا عملتها معاكم اهي، هشيل بقى ديت عشان اعمل بيها العيون بتاعت البوتاجاز. دي فوطة قديمة عندي مش بستخدمها لأي حاجة، مخليها مخصصة للبوتاجاز. بعد ما بخلص البوتاجاز بغسلها وبخليها برضو تاني تنشف، اخليها برضو للبوتاجاز. هبدأ كده انشف البوتاجاز وارجع لكم. ودلوقتي انا عملت اهو البوتاجاز معاكم ونشفته خالص، بس لسه فيه، هنشفه بقى فوطة ناشفة خالص ما فيهاش اي مية خالص، هنشفه فوطة ناشفة وهوريه لكم. دي الحوامل بتاعت البوتاجاز، هبدأ اغسلها معاكم كده واحدة واحدة.